رصيده في البنك 28 مليون جنيه. يبقى نقرا الفتح. فتحة ايه اللي نقراها؟ احنا مش داخلين نخطب لمنصف. داخلين نقتل ابونا. عشان اللي هيجرى بينا ما ينفعش يخرج برانا، ولو خرج اللي هيخرجه هيروح معانا في الرجلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي انا لازم ادور على اخواتي والاقيهم، كل واحد فيهم ياخد وصيته بشكل ممتش. ومين ده اللي ممتش؟ انا يا حرام بسيطة. سيبوني وتطلعوا تجري والبسها لوحدي.